صباحكم بكل خير ومحبة وسلام مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام متابعي انطلاقات عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة أول أسابيع هذا الموسم للسن الصغار في موسم 2018-2019 بانطلاقة هذا اليوم يوم الجمعة الخامس من شهر أكتوبر الحالي لعام 2018 للميلاد بانطلاقة أشواط اللقايا الخاصة بأبناء القبائل انطلاقتنا ورياضتنا العربية الأصيلة تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبمتابعة واهتمام حثيث من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله هكذا مشاهدين الأعزاء متابعي قناة إياس الرياضية في كل مكان المتابعين في انطلاقة رياضتنا العربية الأصيلة هنا مرحبا بالجميع 20 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 4 كيلومترات تسعيرة هجن الرياسة الثالثة التي أيضا تأتي دائما بالدعم الكبير لرياضة الأبي والأجداد مجسم هجن الرياسة ينطلق هنا مع هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام ومع هذه الانطلاقة القوية تسعيرة هجن الرياسة هذا الشوط أيضا العام بالفعل مباشرة إلى المركز الأول الشوط المفتوح الصدارة الأولى هذه أيضا طنجة مبارك بن راشد بن مبارك الاكتبي يتواجد هنا أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي يتقدم أيضا بهذا الشعار القادم من العين بالفعل مصانع الجنوب قادمة هنا لتقدم هذه النجومية زعفرانة حمد بن سهيل بن خيرات العامري بينما المركز الثالث الوصول في المركز الثالث النايفة وصل الشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري يتقدم الدخول الآخر القدوم من مليحة محمد بن مسلم بن ترشوم العامري وصل بن ترشوم ولكن الدخول الله على المركز الخامس هذه القادمة بينونة أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة وصل بن حلوة ودكتور الأصايل دكتور الأصايل يقدم مشغلة الله 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 علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا يتقدم هنا في المرتبة السادسة المركز السابع هذه مهابة حمد بن مسلم بن زفن العامري في 7 المراكز والمركز الثامن الوصول والدخول من خلال تواجد أيضا رها سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي يتقدم مع رها في المركز السابع المركز الثامن أو التاسع بالفعل القادمة هنا المنطلقة لسعيد بن مطر أو ربشة أحمد بن حازم بن قناص العامري بن السهران وصل بن السهران وصل أبعاد سالم بن راشد بن مسلم العامري هكذا النتيجة أسماء قوية تحديات مثيرة بعد 10 المراكز الأولى مجسم هجن الرياسة إلى أين سوف يتجه 1500 متر 1500 متر الكيلو والنص أيضا المتبقي ما شاء الله تبارك الله هذه طنجة مبارك بن راشد بن مبارك الاكتبي ولكن مشغلة بدأت تشغل الجميع مشغلة قادمة يتقدم مع هذا الاسم علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا ياتي علي بن سلطان بن رشيد يقدم هذه النوعيات وصلت في هذه اللحظات تدخلت في هذه اللحظات على المركز الثالث هذه بينونة احمد بن سعيد بن علي بن حلوة وصل بن حلوة زعفرانة بن خيرات وصلت الاسماء القوية الكيلو
الأخير، وصلوا الكبار، وصلوا الكبار، وصلوا مع هذه الانطلاقة، الرقص بدأ يحلو مع الكبار. الله يا بن السهران قادم ليقدم هذا الاسم، وبن بلوش وصل، بن بلوش وصل ليقدم الغمرانية أيضا يتقدم هنا أيضا مع هذا الاسم، راشد بن محمد بن قران المنصوري. ومن الجانب الآخر القدوم القوي والتحدي المثير من بالحزمي، أحمد بالحزمي بن قناص العامري، ما شاء الله تبارك الله، يهي منافسة، يهي منافسة، طنجة 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 على المركز الأول من البداية الأولى. أحمد بن عبيد ركز يا أبو عبيد، لأن الأمتار الخمسمائة متر الأخيرة ما شاء الله يا طنجة على الصدارة على المركز الأول. ياتي مبارك بن راشد، بن مبارك الاكتبي، الاكتبي غادر الإقلاع، بالحزمي، بالحزمي يتقدم من خلال ربشة، هناك أحمد الحزمي بن قناص العامري، ولكن الصدارة طنجة، طنجة على المركز الأول، طنجة على المركز الأول، ياتي بهذا الشعار مبارك بن راشد، أيضا بن مبارك الاكتبي، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء، قامت راس وانهت الشوط راس، أيضا الدرع، الدرع المقدم هناك أيضا من خلال أو مجسم هجن الرياسة، يذهب إلى العين، يذهب مع أبو مبارك، أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، بينما المركز الثاني وصلت فيه ربشة لأحمد بالحزم قناص العامري المركز الثالث، وصول جميل للغاية من خلال تواجد أيضا حاملة رقم 19 الغمرانية راشد بن محمد بن قران المنصوري المركز الرابع. هنا تحديات الأصايل بالفعل، محمد بن سالم بن محمد بن لوتية العامري مع الضبي، بينما اللي احتلت المركز الخامس هناك أبعاد سالم بن راشد بن مسلم العمري. التوقيت الزمني ولحظات الإعادة، سلام أبو عبيد، سلام تهنئة أيضا من خلال هذا التواجد الكبير، ما شاء الله تبارك الله. توقيت زمني حمل إشارة امتياز بالفعل، 5:57 جزءا واحدا من الثانية حققت طنجة لمبارك بن راشد بن مبارك الاكتبي. تهانينا للشاعر أيضا سالم بن عبيد بن مبارك على هذا الفوز والانتصار، 5:58 جزئين من الثانية وصلت في ربشة لأحمد بن الحزمي بن قناص العامري، تهانينا والناموس. بينما اللي احتلت المركز الثالث بعرضها الجميل ب6:01 جزءا واحدا من الثانية، اللي هي وصلت الغمرانية لراشد بن محمد بن قران المنصوري. بينما تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الصباح الجميل من خلال هذا التواجد ومن خلال هذه الانطلاقات القوية والعملاقة.